جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف قاف ألف سين تقول: أنا طالبة في المرحلة الثانوية ولله الحمد، ومشكلتي أنني أقضي وقتي في مدرسة تنتشر فيها الغيبة والاستهزاء، وفي بعض الأحيان إذا سمعت غيبة أو نحوه حاولت أن أردها إذا كانت طالبات يتحدثن بها أمامي، ولكني في بعض الأحيان أسمع غيبة وأنا أسير أو منشغلة بشيء ما، المهم ليس لي علاقة بها فلا أردها. هل أنا آثمة وأكون مغتابة لأنني سكت، مع العلم أنه لا يخلو مكان وبه طالبات إلا وكان حديثهن عن الغيبة؟ ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك في تحريم الغيبة والنميمة وأنهما من كبائر الذنوب ومن أسباب الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام تفرق بين المسلمين، والواجب على المسلم النهي عنها والتحذير منها، وإذا لم يحصل استجابة لقبول النصيحة أنه يعتزل هذه المجالس إذا كان يمكنه اعتزالها، وإذا لم يمكنه اعتزالها فإنه لا يستمع إليها ولا يكون مقرا لها، وإنما يكون منكرا لها ولا يسكت ويتركها بل ينهى عنها. وأما أنه يحصل شيء وهو لم يقصد الاستماع إليه ولا الجلوس عنده، وإنما حصل عارضا في طريق أو في سيارة أو في فصل من الفصول، فإنه لا يضر من استنكر ذلك وأنكره ولم يلتفت إليه، لا يضره ذلك، لأنه ما جاء من أجل هذا المجلس أو الاستئناس به، وإنما جاء لغرض آخر وهو الركوب في الحافلة أو استماع الدرس أو ما أشبه ذلك، فلا يحصل عليه إن شاء الله وزر في ذلك مع إنكاره لذلك بقلبه وبلسانه مهما أمكنه ذلك.